ما غنيت عشان شهرة ولا غنيت عشان الغاب، بكيت بشعار كون أحمد حسين يا ناس، ولي أرض الوطن حباب عليه بلد الدويم شبيت، بلد فيها الحنين منساب وبدرس هندسة البدري قسم مدنية، رفتي وساب هناك في بربر الطيبة ومكان الجامعة في القدوات بصيلة طيبة. عرفت نفسك تمام. مرحبا كيف يا احمد؟ يا استاذه، ومرحبا بك استاذ حمزه، مرحبا بكل الساده المشاهدين، وسعيد اليوم وسعاده اني اكون معاكم في صباح الشروق، وان شاء الله تكون فقره مميزه. ان شاء الله. ما غنيت عشان شهره، وانت غنيت ونظمت شعرك عشان تعايش قضايا المجتمع ودعاليه في محيطك برضو. انت الديان، وطبعا تحيه لكل اهلنا في بحر ابيض بالتحديد الدويم، منبع العلم والمعرفه، تأثير المنطقة لجانب آخر، وكمان معايشة لظروف حياتهم وعكسها من خلال شعرك أنت ومعظم قضاياهم هناك. فعلا الطبيعة لها دور كبير، والبيئة برضو لها دور كبير في حياة الشاعر، زي ما قال الشاعر ابن بياتي، يلا تستمد الحياة دي من الطبيعة زائد وجود الموهبة عندك. طيب كل أنت ده قلت من ما غنيت الدويم عشان يعني. شهرة، غنيت عشان تعالج قضايا المواطن، تلامس وجدانه وتعبر عنه من خلال الشعر. كيف بتقدر تعالج قضايا المواطن سواء كان انسان ولاية النيل الابيض او انسان السودان، لانه الهم واحد والوجع واحد يعني. طيب عندي قصيدة حقول لكم إن شاء الله، اللي هي بتاعت اسم الديوان عليها، حوش المدرسة أو اسمها حوش حوش مدرسة. مدرسة، حقول إن شاء الله، رغم إني قلتها كتير لكن بحاول بصورة كبيرة جدا. لكن برضو الدراسة لها تأثير، يعني أحمد ما بين الشعر ودراسة الهندسة أو الهندسة. والله فعلا يا أخي، رغم إنه الهندسة مجال صعب صعب ومحتاج تركيز وكده، لكن دايما الواحد بيحاول يوفق بين زمنه في الدراسة، في الشغل، في كتابة الشعر. طيب نتكلم يعني شعر. التوفيق قبل ما نتكلم شعر، التوفيق مرات يعني أثناء المذاكرة والدراسة يعني بيكون في فكرة معينة، لأنك تكتب حاجة معينة، قاعد تستجيب للرغبة دي ولا بتقول لا أنا أحسن نواصل دراستي وأرجع، أو بتدي نفسك بريك يعني تمشي تكتب الشعر الحاجة في راسك وترجع تاني من جديد؟ لا والله بكتب طوالي، لأنه اعتباره منفس، بكتب وبرجع للمذاكرة. تتنفس شعرا أثناء المذاكرة يعني نقدر نقول. نعم. تنفس الآن في الصباح الزاهي الجميل ده. سمعنا حاجة. طيب دي رسالة للأستاذ ملك الطنبور محمد النصري، وقول له سلام يا النصري، كيف حالك؟ وكيف الخلة والأحباب؟ وكيف حال الشمال يا أخي؟ عوافي إن شاء الله يا الأرباب. وكيف طنبورك السحري؟ بشوفني قريش وشحة وغاب، تعال راجع كفاك رحيل، تعال أيامنا سودة خراب بدونك، فاقدة للمعنى وتعال أملانا بالإعجاب، تعال غني لنا في عزة وفي البلد الصبح مسروق، تعال غني لنا في نيلنا عن الطورية والواسوق، تعال غني لنا يا إنسان وأصدح بغنى واتشوق، تعال غني لنا يا إنسان وأصدح بغنى واتشوق، عشان أنت العلاج عندك ومن طين السماح مخلوق، تعال صبرية باكية شديد معاها أماني والعابرات، معالي للغلابة شكن وقولي نقلل السفرات، وسيب سكك الرحيل وارجع، تعال سباركي والكاميرات كتير مشتاقة للطل تمسك العابرات. يا سلام. احنا والله بنرسل رسالة شكر ومحبة ممزوجة بلوم بالنسبة للفنان النصري، غيابه عن الساحة الفنية لشكل فراغ كبير جدا، هي دعوة من خلال أخونا أحمد حسين، وكمان صوتنا من ضمن لكل جمهور الفنان الكبير القامة محمد النصري، الساحة مفتقداك يعني. مباشرة لمشاركاتك أنت، يعني احنا بنتكلم عن
المشاركات العامة اللي بيكون فيها نوع من التنافس حتى يصل الشخص إلى مرحلة أبعد في الشعر. تكلم عن مشاركاتك وأنت حزت على يعني كأس الشعر العامي والدوبيت من خلال مشاركتك في دورة الجامعات بشندي. فعلا شاركت في عدد من الدورات المدرسية، لكن زي ما بقولوا دي اعتبارها معتمدة، لكن شاركت في دورة الجامعات في جامعة الشندي منافسة القطاع الشمالي، حرزت المركز الأول في الشعر العامي بقصيدة اسمها ارتحال، وتاني شاركت في دورة الجامعات الموسم اللي بعده في جامعة دنقلة، لكن غيرت اللونية بتقديم إذاعي، وبرضه حرزت الحمد لله المركز الأول في تقديم الإذاعي. شاعر ومقدم وكله مواهب عديدة. طيب أحمد، يعني ماذا عن الشعر العامي والفصيح والدوبيت عند أحمد الديامي تحديدا؟ أساسا أنا بديت كتابة الشعر شعر عام نصوص عادية، انتقلت من الدويم إلى نهر النيل اللي هو الجامعة، فشنو لقيت أغلب الشعراء بيتكلموا عن الدوبيت. طبعا أحمد، يعني الشعر في حد ذاته جميل والفقر أجمل، لكن أنا بحتذر منك وإنت هتحب الحاجة دي معنا، لأنه إحنا كلنا هنسافر حاليا لجوبا وكلنا ما غنيت عشان شهرة ولا غنيت عشان الغاب كذبة شعاري من فكرة مناية تفرح الأحباب، بكون أحمد حسين يا ناس وليه أرض الوطن حباب عليه بلد الدويم، شبيت بلد فيها الحنين منساب وبدرس هندسة البدري، قسم مدنية رفتي وساب هناك في بربر الطيب ومكان الجامعة، في القدواء بصيلة وسمحة بيناس وتلم أخواني والأصحاب، بصيلة وسمحة بيناس وتلم أخواني الأصحاب. مرحب بك محمد. ما شاء الله ده التعريف بتاعك الشعر ده. لف تعريف. صباح الخير. مرحب بك حمزة، صباح النور وصباح الخير على كل المشاهدين، إن شاء الله نكون خفيفين الظل عليكم. أهلا وسهلا. طبعا مشاهدينا، للربط أنه أحمد كان معانا في الحلقة السابقة ولكن قطع الحديث، انتقلنا مباشرة إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، والشيء اللي بيميز الآن الجسدي انه بعد تحقق عمليه السلام واتفاق السلام اللي قطع الحوار بينه وبين احمد عاد بعد السلام، وان شاء الله نستمر في رسائل السلام. كان عندك رساله سلام ولوم بالنسبه للنصري اللي هي ممكن نعيدها ثاني ونديها الطابع الاخر، طابع المناداه بالنسبه للنصري انه يعود للساحه الفنيه مجددا. يعني والله فعلا نتمنى عوده الاستاذ ملك الطنبور محمد عثمان النصري للمسارح مره اخرى. بقول سلام يا النصري، كيف حالك؟ وكيف الخلة والأحباب؟ وكيف حال الشمال يا أخي؟ عوافي إن شاء الله يا الأرباب. وكيف طنبورك السحري؟ بشوف نقريش وشحة وغاب، تعال راجع كفاك رحيل، تعال أيامنا سودة خراب بدونك، فاقد للمعنى وتعال أملانا بالإعجاب، تعال غني لنا في عزة وفي البلد الصبح مسروق، تعال غني لنا في نيلنا عن الطورية والواسوق، تعال غني لنا يا إنسان وأصدح بغني واتشوق، عشان إنت العلاج عندك ومن طين السماح مخلوق، تعال صبرية باكي شديد معاها أماني والعابرات، معالي للغلابة شكل وقولي نقلل السفرات، وسيب سكك الرحيل وارجع، تعال سباركي والكاميرات كتير مشتاقة للطلة ودوام، تتمسى بالعبرات كثير مشتاقة للطلة ودوام، تتمسى بالعبرات. ويعني يا أحمد يمكن الشعر ده رسالة كبيرة جدا، وكمان في هذا الشعر جسدت أغنيات الفنان العظيم النصري إنه يعود للساحة الفنية من جديد. أنا أعتقد إنه النصري بعد سماعه للكلمات دي هيعود ويحن للطنبور ويقدم جميل الأغنيات إن شاء الله. طيب أحمد، أنت اهتمامك كثير جدا بالشعر، خاصة عشان نقول الشعر الغنائي المتميز هذا، دي نعرف الأعمال الجديدة بالنسبة لك، هل في ديوان شعر يطبع باسمك؟ في ديوان شعر اسمه حوش مدرسة، وتاني في مشروع جديد بتاع ديوان شعر اسمه أحلام العمر اللي هو قرب يكتمل وماشي فيه إن شاء الله، لكن زي ما بقول الشيء المؤخرنا الدراسة بتاعت الجامعة، الواحد قدر ما يلقى له فرصة من إجازات الجامعة وكده بيواصل في برنامج الماشي عليه أساسا. طيب نتكلم عن حوش المدرسة ده 200، يعني هو طبع ودشن ولا لسه تحت الطبع؟
لسه تحت الطبع ان شاء الله. بيحتوي شنو يعني على مجموعه من الكلمات من الشعر؟ هل مازج ما بين الشعر الدارجي؟ بيحتوي على الفصيح. عدد من القصائد الدارجيه كلها. ليه عنوان العنوان اللي هنا دائما خصوصيه في اي عنوان او بيت شعر او اختيار يعني. المسمى يعني اصلا عندي قصيده اسمها حوش مدرسه يلا كتبتها مؤخرا وعجبتني شديد ف ممكن نسمع اخترت منها. اسم اللي اخترتها اسم لشنو؟ للديوان. للديوان. طيب نسمعها. طيب تفضل. حوش مدرسه وابوي غفير ما عنده شيء لكنه زول طيب خلاص تلقاه مبسوط منتشي ودائما بيتغي للعمل من التخاذل بيختشي وكل هم لقمه تكون حلال كان كسرة أو حبة نشي في جم ليه بعد تعب كان حتى من بعد العشي يا سلام. وأبويا زول أغبش وطن باقي لي عزة ومفخرة وفي لحظة الآذان بيقوم حاشاه نوم أو جرجرة بيمرق يصلي مع الغبش جاف الشزوز والمقدرة وبرجع يجينا بعد ذكر من حلقة زاهية ونير وقبال يدوق شاي الصباح بهم بملل مزيرة وشان يشرب الطلب وارتوى ويبقى الوضع في السيطرة ويقعد معانا على الحويش لمة وتناغم وقرقرة والحجة بهناك ساوية شاي وزلابية طاعمة مقمرة ومعمولة بحب وامتنان لا فيها زيف لا فشخرة ومقسومة منها حلتين للبيع عشان ما نجيب دقيق وبصل وكمين سكر وسيبك من الباسطة وحليب ما نحن ساكنين في ضرر بعد الشمس تعلن وصول بمرق بكوس درب العلم ومعاي خياتي الصغار والحجة بتشوف ليها ظل تفرش عليه حاجات كتار حشوات ولعبة حظ جميل ونبق ومعاه شوي فشار وإن شاء الله حظه يكون جميل هالراكز الشد الحمار ده بكون أخوي عبد الرسول بنقول على الملج الخدار إنسان وطيب وفيه حنان لأمي وأخواتي الصغار برجع معاشة فقل مغيب برجع مجرتك بالنهار لا كل من ظرف الحياة ودائما بكوس الانتصار ده البيت كده نحمد إلهنا ويوت نزيد راجين عشان باكر سمح راجين لينا يكون فريد نقرأ نحضر ونشتغل وندوزن الأفراح نشيد لكنه لو الحال صلح لكنه لو الحال صلح من بيتنا ما بيمرق وليد ما أصله شالنا على الفقر ودانا من متكد جريد قوانا في الزمن الصعب خلانا أصلب من حديد راجين وطن طيب جميل ناقص كتير فاقد شهيد راجين وطن يسعى الجميع دايرين وطن مشرق جديد دايرين وطن يا سلام وطن يسعى الجميع يا سلام. يعني لو كان في صوت شكر وتقدير واحترام ووفاء لأمهاتنا الحبيبات وخالاتنا الكادحات دائما إحنا من إحنا صغار إحنا تربينا على يدينهم هم وقمنا وشفناهم في الحياة هم عايزين لقمة العيش الحلال اللي بدخلوها بيتهم بالنسبة لأولادهم وكبروا وعلموا ونفتخر إن هم السيدات يعني امتهنا مهام مختلفة جدا وقدرا إنه يربوا أبنائهم وأحفادهم كمان دي رسالة محبة وتقدير. لو تكلمنا في جانب آخر عن أنت غير اهتماماتك الشعرية عندك اهتمام في الجانب الإعلامي صحيح فهنا ده مزج غريب كده هندسة إعلام شعر وأنت ماسك السوق يعني ما شاء الله يا أحمد يعني التقديم الإذاعي ودوره برضه في تأهيل الشاعر يعني إنه نحن نتكلم عن تقديم الإذاعي نتكلم عن الشجاعة اللي بتخلي الشخص إنه يقف أمام الناس وتكلم عن تفاصيل وحساسات مختلفة حتى لغة الجسد ممكن توصل مفردات بعين يعني فعلا. فكيف المزج ده وقدر كيف ممكن أضاف لك أنت كأحمد شاعر؟ طيب أنا أصلا في البداية كنت بقدم البرنامج الصباحي في المدرسة ده زمان طابور الصباح طابور الصباح زي ما بقوله من هنا كانت البداية بعدها الواحد انتقل من مرحلة لمرحلة دخلنا الجامعة شاركت باسم الجامعة بالشعر حرست فيه المركز الأول الحمد لله في جامعة الشندي الفترة المرة اللي بعدها شاركت بشنو؟ تقديم إذاعي والحمد لله برضو حرست المركز الأول بجامعة دنقلة على منافسات القطاع الشمالي أضاف لي شديد التقديم يعني كون إنك تقيف في مسرح و... دي أصعب البرامج تقيم قدام الجمهور فعلا والله لكن
فاحد قال لو يتبدد ضل الغيمة عبي خطاك إصرار وعزيم وخوض النار مع إنك حافي. يا جميل يا في يمكن يكون يعني أشعارك وكلماتك اللي بتقدمها في إصرار وعزيمة لأنك أنت عايز تصل للحاجة اللي أنت عايز تمشي لها، في يعني صوت قوي جدا بأنه الحاجة اللي أنت عايزها لا تصل لها. قدمت لأحمد النصر شعر ولسه لازلت بتقدم له لحد أحمد النصر يعود بفضل الله ولا ثم بفضل كلماتك اللي قدمتها، حتمشي في مجالك الشعري نالو أنت عندك رؤيتك اللي أنت حابب تعملها، فدي دي حاجة بالنسبة لك مهمة جدا لازم تمسك فيها كويس المبادئ والحياة زي دي. فلو سمعنا شعر يتكلم في الجانب ده انه انت تصير على الحاجه بتاعتك حتى ما تصليها، او شعر يدعو للامل يدعو للتفاؤل يدعو لغد جديد. طيب انا عندي قصيده لكن الان ما مستحضره او قلتها في عدد من غاطه الفضائيه، عندي جديد كثير. طيب تفضل. طيب دار ديكم قصيده اهداء لابناء خالي بابكر محمد مزمل او بابكر شقوره. نعم التحيه. وبقول راح يا قلم نكتب والغوافي نجيدة في الفوقم خصال نادرة والتملي فريدة ناسي وعزوة ليهم معزة شديدة داير أو في ليهم بغوافي مجيدة ببض قصيدي بالدعوة المناية قبولة يرحم خالي بجنة وسرر ممهولة سيرت جلية للآن بالذكر موصولة أرباب سيد شهام وشخص كان مقبولة خالي القارحة دايما فعاله تسر خلف بعض أولادا نسلهم حر راكزين صبوا في اليوم الدموم وتخر واحدهم ببرز وبزق خصم المر محمد قل له محتاج لك بتب عجلان زول أجواد وللمال والقرش خمجان ضباح السمين اللي بيكرم الضيفان تفخر بك قبيلتك ودولة السودان. يا سلام. أحمد قل له جاينك ضيوف كمية صدره في شان ملان همية حاشاه الجبن ذكر وصبات حتمية وزنك في الرجال وحدك تفوق المية حقه ونايا وسيد فزع ومغام كريم فوق خصال كثيرة ووصلت التعميم أبرايا محكم وقلب ضم سميم فوق الشكر خايل الراكز إبراهيم سليمان بسخة بالروح للعشيم والطار دار الرخية من صح الحديث زي داري بكرم ضيفه بيطلق حرام إجباري فارسا منه يومات الخصيم بالضاري عمر الشكر مهما تقول تقصر فوقه صنف ذهب حلايب الديم عامر سوقه إن قصد الخصيم عمر المندر زوقه بيصبح له السهر حتما بمحك روقه بختم قولي لكن ما بلغت أمالي وبدعي لكم سعادة وسلما متعالي يلبيكم سريع القاصي بيصبح حالي بفخر بوجودكم يا أرابي بخالي بفخر بوجودكم يا أرابي بخالي. الله ما شاء الله غيتوا أولاد خالك دين ما خلت لهم حاجة. تحية لهم من هنا تحية لكل الأهل بالدويم وصالحة والدين محمد علي وواصل إبراهيم كلهم إن شاء الله لهم التحية كلهم. طيب في جزئية أخيرة من اللقاء ده معك، إحنا تكلمنا عن التغيير تكلم عن معالجة القضايا، أنت في استهلال كلامه قلت ما غنيت عشان شهرة، تغنيت عشان تعايش هموم المواطن تحكي عن تفاصيله. دائما بنقول إنه الشاعر هو لسان حال العامة، يعني لأنه في اتهام دائما إنه الشاعر لما يكتب شعر بيضيف له طوال، يعني بيقولوا زول ده مر بحالة كذا، يعني التفاصيل دي. فنتكلم عن معالجة قضايا المجتمع، يعني ولو كان عندك في أشعارك برضو تفاصيل الوطنية الخالصة دي ممكن نهديها لكل المشاهدين. طيب زي القصيدة اللي فاتت حوش مدرسة هي أصلا قصة حقيقية، أنا لقيت ولد في سنة 8 سنوات 9 سنوات ساكنين في مدرسة حكالي يعني الكلام اللي أنا كتبته ده كله من حكايته اعتباره برضو من عالج بقى قضية شنو للناس الساكنين في المدارس زي العموم كده الناس تلجأ لهم وشو وتقيف معهم. جميل. طيب نقول تاني شعر عن الوطن لو كان في مستحضر كده. طيب انا اديك عن زي ما بقولوا الحياه اليوميه. طيب كلنا بنتعايش يعني انت بتعيش جو كده وجو كده وجو كده. نعم. المهم انا قلت ضقت الركزه في الدار واكل عن جاوي ابشر وضقت السفره بالصحراء السمومه يلاوي ضق جالست لسه محم وياها مضاوي ضق دردشت في نيست الوراه حكاوي ضقت السفره بالطايره وفلاي امارات
وضقت السرحة بالغنوم وبالبقرات، ضقت النوبة والسبحة ومشي الحضرات، وضق حلحلة ترميز هوف من بشفرات، ضقت البدلة بالبني الجميل الداكن، وضقت بتكة والشال والجكين الماكن، ضقت عمارة في الطابق الحداش الراكن، وضقت روكة وحمزة وعليه نساكن، ضقت الزرع بالسلوكة لوبة وعيش، وضقت الشدة بيصفة وانتباه في الجيش، ضقت الجزمة كل حين تدخل الورنيش، وضقت لعبت باليك الجهار والشيش، ضقت الكيمياء والفيزياء وعلوم الأرض، وضقت صليت نوافلي بعد تقضي الفرد، ضقت اللكشة في الجامعات، وضقت الطرد، وضقت السينما والحاوي بداية العرض، ضقت الخوة والرفق السمح مضمون، وضقت العاقرة لقحت ونجح ليمون، ضقت الغنوة في الراس المقر النون، ضقت محاية والبخر الكثير كمونة، ضقت الشاشة فيها ظهرت كمين مرة، ضقت الفرة في الوادي وأخذت لفرة، ضق عبيت هدومي وشلتهن فوق صرة، ضقت النسمة والفريون ليالي الحرة، ضقت رسمت بالإيفور رسوم تهشير، وضقت قلوب كتار رقدتهن تخدير، ضقت قفلت تلفوني وعملت تشفير، وضقت السربة والعقرة وشراب الزير، وضقت السربة والعقرة وشراب الزير. يا سلام، يعني قصيدة يمكن يا حمزة جسدت معاني حياة كتير جدا، نحن يمكن نكون زي ما انت قلت في بدايتك عايشناه وقلناه وعملنا معاه. يعني سربت انت يا حمد. نحن طبعا الحياة دي بنهتم بها جدا، وخاصة تحية كبيرة جدا للأهل في الريف. دائما حياة الريف يا أحمد حياة مختلفة جدا، حياة لها طعم خاص، لها طعم مميز جدا، وهي اللي بتشكل هوية الإنسان وبتخليه هو الحاجة اللي عايزه بيمشي فيها من خلال زمن الطفولة. فعلا والله زي ما قلت، هناك المناظر طبيعية وكل شيء طبيعي زي ما بقول. طيب في إشارة من الكنترول أحمد، ده هو نعم. نحن بس في ختام الحديث، نحن ما كنا عايزين الحديث ينتهي. فأحمد يعني شاعر ممتاز جدا، ونحن من حقنا نقيم هذه التجربة، لأنه تجربة ممتازة جدا. طالما هي تجربتك أو تجربة مثمرة، طالما هذه التجربة يا حمزة امتدت إلى أن تصل إلى الفنان أحمد أو الفنان محمد النصري، أنا أفتكر التجربة وصلت للحياة العادية. نحن في الخواتيم بتمنى التوفيق، في رسالة أخيرة حابب تقول شنو في خواتيم هذا اللقاء؟ أقول قصيدة ولا أرسل تحايا؟ أبدأ خلاص قصيدة، فيد لنا بالقصيدة. طيب قصيدة صغيرة. أرسل تحايا للوالدة اللي بالقافل محمد مزمل بالشقورة بالديوم، والد حسين أحمد إبراهيم، وكل الأهل والأحباب بالديوم، وكل عمادات جامعة الشيخ عبد الله البدري، كل من يعرف أحمد حسين. بولاية نهر النيل. بولاية نهر النيل. طيب، وعشان بربر وعشان نهر النيل أقول عشان نشوق عليه بربر، عليه قدوابنا والسكة، على القنجارة والشرام، عليه معينيف والدكة، على الحبالة والحفاب، عليك يا طيبة قلبي بكى، وقال حواشة زوقة فريد، أهل طيبة وأهل حنكة، وضانقيل الإرس والعصف، وصاح ما فيهن اللكة، وبلد مجذوب سلام نقزه، طريد خطوات قبيل سلكة، وصرحت عليه ربع بربر سلام يا بربر الدكة، وصرحت عليه ربع بربر سلام يا بربر الدك. سلام عليك. مقدرين أحمد حسين الشاعر الجميل اللي أتحفنا كثير جدا من قراءته الشعرية الصباحية والرسائل التوعوية في بريد كل المواطنين. شكرا جزيلا كثير خيرا. شكرا لك حمزة، وشكرا لك محمد، شكرا غاية الشروق. شكرا. نتواصل بسادة مشاهدينا الكرام في كل مكان، فاصل قصير يفصلنا من خلال هذا اللقاء، ومن ثم نعود ونتواصل عبر صباح الشروق.